الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنا نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أسديت ونستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم صل اللهم على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك فارزقنا اللهم عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم ارحم وقوفنا ووقوف والدينا بين يديك ولا تخزنا ولا تفضحنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.